ليلة أولها فرحة وعهد آخره دم وانتقام، هروب من الماضي والحاضر وخوف من المستقبل، عشرة سنين بتهون قدام عشرة أيام، والضربة لما بتيجي على غفلة بتبقى ضربة قاضية. في عهد الدم لازم نساعد بعض علشان نفضل حبايب، وإيدك في إيدي هنعمل لغز كبير محدش هيقدر يحله. لكن على مين؟ علشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديده. خلينا نجيب الموضوع من البدايه خالص ونبدا مع ابطال القصه. بطله قصتنا الاولى هي كيلي كوكران، 34 سنه. كيلي كانت الاكبر من بين 3 اخوات عايشين مع امهم وابوهم في ولايه انديانا. في سن المراهقه كانت دايما بتهرب من البيت ودايما عندها مشاكل مع الشرطه، واهلها مش قادرين يسيطروا عليها. بقت مدمنه هيروين وسابت بيت أهلها وقررت تعيش لوحدها. كل مرة كانت بتروح زيارة لأهلها كانت أمها بتطلب منها تعمل اختبار مخدرات علشان تدخل البيت. فكيلي بقى خلاص يعني اللي هو كل مرة بقى هتزهقوني وتقرفوني، اختبار مخدرات ونصايح وزعيق وخناقات. فبقت حاسة بقى أنه لا خلاص بقى دول مش أهلي، وبقت تتعامل معهم كده من بعيد لبعيد، وحست ان هي بتخسر اهلها واحدة واحدة وبقت عايشة لوحدها خالص، لحد ما قابلت الشخص الوحيد اللي قدر يهديها ويسيطر عليها، جايسون كوكران. فاهلها بقى حسوا ان ايه ده، الله في تحسن في حالتها وقدر يسيطر عليها. جايسون وكيلي حبوا بعض وخلاص قرروا ان هما يتجوزوا، وعملوا فرح بسيط وكل حاجة كانت ماشية تمام قدام الناس. ولكن امها كانت حاسة انه لا في حاجة غلط، دول ما ينفعوش لبعض، مش لايقين على بعض. ومع ذلك كانت بتحاول تقنع نفسها ان كل حاجة طبيعية. عارفين انتوا الصراع الداخلي ده اللي لما تكون شايف حاجة مش طبيعية بس تحاول تقنع نفسك ان هي طبيعية؟ هي كانت كده بالظبط. حتى كمان اخوها قال ان هما كانوا زي الزيت والمية، عمرهم ما يتجمعوا ولا يختلطوا. ولكن الحاجة اللي خلت كيلي وجايسون يرتبطوا ان هما الاتنين نرجسيين زي بعض، وكيلي كانت هي الشخص المسيطر. كانوا هما الاتنين بيشتغلوا في خدمة حمامات السباحة، يعني ينضفوا حمامات السباحة، يعملوا لها صيانة وهكذا. ولكن مع الوقت جايسون بدأ يتعب. بعد 10 سنين كان خلاص بقى جايسون جاب اخره وما عادش قادر يشتغل تاني. وهنا زادت سيطرة كيلي وبقت متحكمة ومسيطرة على كل حاجة حرفيا، وبدأت تحس ان هو اتغير، مش ده الشخص ابدا اللي هي حبته واتجوزته. اتنقلوا هما الاتنين من ولاية انديانا لولاية ميشيغان، وبالتحديد مدينة ايرون ريفر، مش علشان يبدأوا حياة جديدة في مكان جديد ولا حاجة، ولكن علشان جايسون يقدر يتعاطى الماريجوانا لانها كانت بتخفف عنه الام ظهره. والماريجوانا محظورة وممنوعة في ولاية انديانا، اما في ولاية ميشيغان فمسموح بها عادي. في تطور غريب في العلاقة بينهم، بدأت كيلي تجيب بنات البيت لجايسون على اساس بقى انه شوف ده انا بضحي علشانك، وشوف بعمل ايه علشانك، وانا بحبك، والمفروض ان ده على اساس ان هي تكسب ثقته تاني. ولكن ما كانش ده السبب الحقيقي خالص، هي كانت بتختبره وبتشوف هو مخلص ليها ولا لا. بصراحة تفكير غريب جدا. ولما اتأكدت ان هو مش مخلص ليها اتعرفت على زميلها في الشغل كريس ريجان. تحسوا ان هي اصلا كانت بتتلكك علشان تتعرف على كريس. عارفين انتوا اللي يجيب بنزين ويكبه على النار ويقول لها هشوفك هتولعي ولا لا، ولو ولعت اكتر تبقي نار خاينة. هي عملت كده بالظبط. المهم ان كريس وكيلي اتعرفوا على بعض في الشركة، وكانوا هما الاتنين بيشتغلوا في شركة ادوات المناجم، وكان الموظفين في الشركة عارفين بعلاقتهم دي، ولكن يعني بيبصوا عليهم ويتوشوشوا وينموا عليهم كده من بعيد لبعيد. كريس اصلا لسه مفركش جديد، كان خاطب واحدة اسمها تيري، ركزوا في الاسامي علشان هما كلهم قريبين من بعض. المهم ان هو وتيري كانوا بيحبوا بعض، ولكن تيري اكتشفت ان هو بيدخل على مواقع مش كويسة على الانترنت، فما قدرتش تتعايش مع الموضوع ده وقررت ان هي تنفصل عنه، ولكن فضلوا اصدقاء لانها كانت لسه بتحبه، وكانوا دايما على تواصل مع بعض ورسائل ومكالمات عادي. ولما انفصل كريس عن تيري اتعرف على كيلي. وعلى فكرة كريس كان عارف ان هي متجوزة، وزمايلها في الشغل كمان كانوا عارفين ان هي متجوزة، وعلشان كده كانوا بيقعدوا يتكلموا عليهم. كريس كان عنده مشاكل في ركبته ما بيقدرش يقف عليها كتير، فكان بيدور على وظيفة تانية تكون مكتبية أكتر، لحد ما لقى وظيفة مناسبة في ولاية كارولينا الشمالية. يوم 14 أكتوبر 2014 الساعة 6 الصبح كريس اتصل بتيري الإكس بتاعته وحكى لها على الوظيفة الجديدة،
وقال لها ان هو بكرة هيسافر كارولينا علشان يقدم على الوظيفة، وطلب منها كمان ان هما الاتنين ينزلوا يتعشوا مع بعض النهاردة وبعد كده ترجع معاه البيت علشان يحضروا بقى الشنطة بتاعته ويحضروا الاوراق. خلص اليوم وتيري قاعدة مستنية كريس يتصل بيها، وكريس ما بيتصلش، تتصل عليه تبعت له رسائل مفيش اي رد، وفضلت على الحال ده لمدة اسبوع. كانت بتقول ان هو مثلا نسي يتصل بيها او ان هو سافر، وبعد كده ترجع تكذب نفسها وتقول لا اكيد مش هيعمل كده، اكيد حصل له حاجة. وفي 27 اكتوبر راحت لقسم الشرطة وبلغت باختفاء كريس. الشرطة راحت معاها البيت كريس، ولما دخلوا البيت كان مكركب كده، وواضح ان هو كان بيجهز حاجاته خلاص علشان السفر، ولكن مفيش حاجة يعني غريبة، مفيش حاجة تدل ان حصلت هنا مثلا جريمة. لكن كريس ملهوش اي اثر في الشقة، وبالصدفة البحتة واحد من اصدقاء تيري شاف عربية كريس واقفة في موقف على بعد 4 أميال من ايرون ريفر، فاتصل بتيري وبلغها الكلام ده. راحت تيري فعلا للمكان، وبرضو كريس ملهوش اي اثر، لكنها شافت دعامة الرجل بتاعته موجودة في العربية، رغم ان هو اصلا ما بيقدرش يمشي او يتحرك من غير دعامة الرجل دي، ده غير ان العربية بتاعته اصلا دي بيحبها جدا وما يقدرش يسيبها في مكان كده ويختفي من نفسه. بس تيري ما قدرتش تفتح العربية لانها كانت مقفولة، فبلغت الشرطة بالكلام ده. وصلوا للمكان وفتحوا العربية بمعرفتهم وفتشوها، فلقوا فيها ورقة مكتوب عليها عنوان. في نفس الوقت كانت الشرطة عرفت من اصدقاء كريس في الشركة ان هو على علاقة بكيلي، وقالوا لهم اسألوها يمكن تكون عارفة حاجة عنه. هم عرفوا الكلام ده تزامنا مع العثور على العربية، فمشي ورا العنوان اللي لقوه في الورقة، واتضح ان هو عنوان بيت كيلي وجايسون. المحققين وصلوا لبيتهم وجايسون اللي قابلهم، وكان مقابلهم هو متضايق وقرفان منهم كده ومش عاوزهم يبقوا موجودين هنا. المحقق طلب منه ان هو يقابل كيلي، فقال له ان هي مش موجودة. قال له بس وانا داخل البيت لمحت خيال حد في الدور العلوي، ممكن تسمح لنا نطلع نشوف؟ كيلي كانت فوق سمع الكلام فنزلت لهم على طول. المحققين خدوها على جنب شوية كده لان الموضوع حساس، وبدأوا يسألوها. قالت لهم فعلا ان هي على علاقة بجايسون، ولكن اخر مرة شافته كانت بتاريخ 12 اكتوبر اللي هو قبل اختفائه بيومين. فقالوا لها مش شايفة ان دي حاجة غريبة ان احنا نلاقي عربية كريس واقفة على بعد 4 أميال من هنا؟ فقالت لهم اه فعلا دي حاجة غريبة، ده هو كان بيحب عربيته دي جدا وما يقدرش يستغنى عنها، كان بيحب عربيته دي جدا. كان كل ده بيحصل وجايسون واقف على جنب كده وخلاص. المحققين بعد اللقاء ده الحقيقة شكوا فيهم، فاستدعوهم هما الاتنين للقسم واستجوبوا كل واحد فيهم لوحده. بدأ التحقيق مع كيلي وقالوا لها بما انك على علاقة بكريس، تفتكر مثلا لما جايسون عرف ده قرر ان هو ينتقم وقتله؟ فقالت لهم لا لا، احنا اصلا زواجنا زواج مفتوح، الزواج المفتوح ده المفروض ان هو بيبقوا متجوزين اه عادي على الورق، ولكن لو كل واحد فيهم حب واحد تاني ودخل في علاقة معاه فعادي. كانت بتتكلم معاهم بهدوء تام وبرود اعصاب ومش باين عليها اي حاجة فعلا. على العكس جايسون في التحقيق كان مرتبك، خايف شوية، قلقان، وتفاجئ وتضايق اكتر لما قالوا له ان كيلي على علاقة بكريس. ليه يتفاجئ وليه يتضايق رغم ان هو زواج مفتوح على كلام كيلي؟ بعد التحقيق معاهم المحققين شكوا فيهم وحطوا عليهم علامات حمراء كتير، ولكن برضو مفيش اي دليل ضدهم لسه. عدى 5 شهور ولسه مفيش اي اثر لكريس، ولسه مش عارفين يمسكوا اي دليل على كيلي وجايسون. في خطوة غريبة من نوعها شوية كده المحققين جابوا وسيطة روحية وخدوها لبيت كيلي وجايسون، وهناك اول ما الوسيطة دخلت قلبها اتقبض ووقفت كده وقالت لهم كريس اتقتل هنا. كان في درج كده طالع للدور التاني جنب الباب، وقفت على الدرج ده وقالت لهم كريس اتضرب هنا في مؤخرة راسه، يا اما بمسدس يا اما بمضرب بيسبول. قالوا لها طب يعني اطلعي باقي البيت وشوفي يمكن تحس بحاجة تانية. قالت لهم مش محتاج اطلع، انا عارفة ان الجريمة حصلت هنا. قالوا لها طب يعني عرفت ازاي اللي حصل ده؟ قالت لهم ان هي بتشوف زي ومضات كده اللي حصل، وشبهت نفسها بان هي زي دبانة واقفة على الحيطة من فوق كده وشايفة المشهد كله وشايفة اللي حصل بالظبط. المحققين فعلا لما فتشوا البيت لقوا مسدس عيار 22، ولكن ده دلوقتي ما يعتبرش دليل من غير الجثة،
لان لازم الاول يجيبوا الجثة ويشيلوا الرصاص منها ويطبقوه مع المسدس ويشوفوا اذا كان هو ده سلاح الجريمة ولا لا. وكلام الوسيطة كمان ما يعتبرش دليل رسمي يقدروا ياخدوا بيه، هما بس كانوا جايبينها علشان يشوفوا هما ماشيين في الطريق الصح ولا لا. تاني يوم للي حصل ده، كيلي وجايسون لموا كل حاجتهم وحطوها في عربيتهم ورجعوا جري على ولاية انديانا تاني. وعد حوالي سنة وكل حاجة لسه ماشية طبيعي ومفيش اي حاجة جديدة، لحد فبراير 2016 اتصلت كيلي ب 911 وهي بتبكي وبتصرخ وبتقول لهم زوجي مش بيتنفس ومش عارفة ايه اللي حصل له. وصلت الشرطة والإسعاف لبيتهم، ولكن خلاص كان جايسون مات وعرفوا إن هو مات بجرعة زايدة من الهيروين. واتصلت كيلي بولت وبلغته بوفاة جايسون وبميعاد الجنازة. وولت ده كان الصديق المقرب لجايسون وعارف عنه كل حاجة. بعد ما خلص المكالمة مع كيلي وقفل معاها، زوجته قالت له إيه اللي حصل؟ قال لها جايسون مات بجرعة زايدة من الهيروين. قالت له تفتكر؟ أنا متأكدة إن كيلي هي اللي قتلته، لأنهم كانوا من المقربين ليهم وعارفين إن كيلي هي المتحكمة ومسيطرة بطريقة مش طبيعية. وولت اتصل بالشرطة وبلغهم بالكلام ده. مكتب التحقيق الفيدرالي حول النصيحة دي للمحققين. قرر واحد من المحققين إن هو يحضر الجنازة على أساس إن هو يعمل ضغط عليها لما تشوفه فتعرف إن هي متراقبة، إن هما مش ناسيينها مش سايبينها وإن هما وراها فتغلط فتقع. لكن الحقيقة إن هي في الجنازة كانت ملامحها باردة جدا. المحققين كانوا خلاص جابوا آخرهم منها، فقرروا يعملوا خطة بالاستعانة بولت وفي نفس الوقت يرجعوا يبحثوا تاني في محيط بيت كيلي في ولاية ميشيغان، وبالاستعانة بصور خرائط جوجل علشان يشوفوا منظر علوي للمكان كله ويشوفوا أماكن مناسبة ومستخبية تنفع إن هي مثلا تكون مخبأ لجثة. وأول حاجة لمحوها هي البحيرة الكبيرة اللي قدام بيت كيلي وجايسون في ولاية ميشيغان. والبحيرة دي أصلا هي كانوا مسمينها يعني حفرة قزوين، وكانت تقريبا تابعة لشركة تعدين في المكان. المهم إنهم استعانوا بغواصين علشان يبدأوا البحث في المية، وبعد شوية بحث حلوين كده لقوا برميل تحت في المية وكان مربوط بقطعة من الخرسانة علشان يغطس. ولما طلعوه كان باين جدا إن البرميل ده فيه حاجة اتحرقت فيه، والبرميل في المية كان قريب من بيت كيلي. ده غير إنهم لقوا زي حفرة أو أثر كده لمكان أصلا المفروض إن هو بيتحط فيه برميل ورا بيت كيلي. مش عارف كانوا بيستخدموا البرميل ده في إيه، ولكن معروف إن المفروض يبقى فيه برميل هنا، البرميل ما كانش في مكانه. فخلاص يعني بقى كانوا متأكدين إن البرميل ده اللي المفروض يكون هنا. إيه اللي جابه للمية؟ وليه مربوط بخرسانة علشان يغطس؟ وإيه اللي محروق فيه؟ استدعوا كيلي لاسم الشرطة وسألوها عن البرميل ده. قعدت تلف وتدور عليهم، وكلمة من الشرق على كلمة من الغرب، ومعرفوش يطلعوا منها بجملة مفيدة. فكان لازم يبدأوا ينفذوا الخطة اللي اتفقوا عليها مع وولت. الخطة كانت عبارة عن مكالمة مسجلة. وولت هيتصل بكيلي ويقول لها جايسون ساب لي جواب وقال لي لو حصل لي حاجة سلم الجواب ده للشرطة. اتصل بيها وولت فعلا وبلغها بالكلام ده، ومن غير اي مقدمات بدأت كيلي تبكي بانهيار وتقول له وولت ما تعملش فيا كده، وولت ما تسلمهمش الجواب ده. طبعا الشرطة كانت سمع المكالمة وما كانوش مصدقين ان الخطة بتنجح، لانهم عارفين ان كيلي ذكية جدا ومش ممكن تقع بالسهولة دي. في الوقت ده كانت كيلي هربانة من بيتها وقاعدة في بيت امها في ولاية كنتاكي، فوصلوا ليها وقبضوا عليها وخدوها لاسم الشرطة وسمعوها المكالمة وقالوا لها احنا معانا الجواب وخلاص عارفين كل حاجة، فاحكي لنا انت بنفسك ايه اللي حصل بالظبط. طبعا مفيش جواب ولا اي حاجة، ده مجرد خدعة بس علشان يوقعوها. المحقق اللي كان معاها في غرفة الاستجواب كان مستعمل اسلوب غريب شوية كده، اسلوب اللطف الزايد. كان ماسك ايديها كده في غرفة الاستجواب وعمال يقول لها ما تخافيش واتطمني وانا معاكي وهقف جنبك، بس لازم تعترفي علشان تاخدي حكم مخفف. عارفين اللي هو بيعمل لها كده ريلاكسيشن علشان تهدى كده وتطلع كل اللي عندها بقى. واعترفت ان هي اللي قتلت جايسون. المحقق قال لها ليه قتلت جايسون؟ قالت له علشان هو اللي قتل كريس. اوبا، وقعنا في الكمين.
خلينا نرجع بقى نجيب الأحداث من الأول خالص علشان نعرف إيه اللي حصل بالظبط يوم 14 أكتوبر 2014، مع العلم إننا دلوقتي في أوائل 2017، يعني هي قدرت تخدع المحققين طول الفترة دي. المهم بقى يا سيدي إن جايسون عارف إن كيلي بتخونه مع زميلها في الشركة. اتضح بقى يا سيدي إن جايسون وكيلي يوم الزفاف بتاعهم عملوا اتفاق مع بعض سموه عهد الدم، واتفقوا إن هما الاتنين لو حد فيهم خان التاني هما الاتنين هيقتلوا العشيق. فواضح بقى ان كيلي نسيت العهد ده وتعرفت على كريس وخانت جايسون معاه، فلما جايسون عرف فكرها بالعهد وطلب منها تستدرجه للبيت. ودي كانت اول مرة كريس يروح لبيت كيلي، لان كل مرة كانت هي اللي بتروح له بيته. اتصلت كيلي بكريس وادت له عنوان البيت وقالت له ان هي النهاردة عاملة عشاء ايطالي وطلبت منه يروح يسهر معاها في البيت بما ان جايسون النهاردة مش موجود في البيت. طبعا هو ساب اللي في ايده وراح لها فريرة، ولما وصل البيت فتحت له وخدته وطلعت بيه على الدور العلوي. ولكن وهم طالعين ظهر جايسون فجأة تحت على السلم وضرب النار على مؤخرة راس كريس طلقة واحدة انهت حياته. لو فاكرين كلام الوسيطة الروحية فهي قالت فعلا ان هو اتقتل هنا على السلم واتضرب في مؤخرة راسه، يا اما برصاصة يا اما بمضرب بيسبول، واتضح فعلا ان هو اتضرب برصاصة. بعد ما مات كانوا مجهزين مشمع بلاستيك كبير فرشوه تحت وخدوه حطوه على المشمع ده وجابوا منشار كهربائي وقطعوا جسمه لحتت صغيرة وحطوا كل حتة في كيس لوحدها، وبعد كده خدوا الاكياس دي كلها رموها في الغابة كل كيس في مكان غير التاني. وبعد كده جايسون خد العربية وراح سابها في الموقف اللي لقوها فيه بعد كده، وبعد كده جابوا المشمع البلاستيك والمنشار واي حاجة عليها حمض نووي او دليل ضدهم وحطوها في البرميل وحرقوا كل حاجة في البرميل ده، وبعد كده خدوا البرميل رموه في البحيرة اللي قدام بيتهم. رغم ان كيلي مشتركة في الجريمة وهي اللي استدرجت كريس للبيت وكمان مشتركة في تقطيعه، لكنها في الاول لما جايسون طلب منها تستدرجه للبيت فكرت ان هي تخلص على جايسون لانها كانت بتحب كريس اكتر منه وشايفة ان هو ده فعلا حبها الحقيقي اللي اخيرا لقته، ولكنها خافت تخلص على جايسون لان كان معاه المسدس وكان متضايق جدا. اللي حصل بعد كده انهم نظفوا البيت كويس جدا مكان الادلة واثر الدم والحاجات دي، وخدعوا المحققين طول المدة دي لحد ما رجعوا تاني لولاية انديانا. ومع الوقت جايسون كان بينهار اكتر، طول الوقت حاسس بالذنب، طول الوقت مرتبك وقلقان وزعلان ومتضايق، فحست ان هو بتصرفاته دي ممكن يوقعهم في ايد المحققين، فقررت ان هي تخلص منه وفي نفس الوقت يكون انتقام لكريس، يعني تضرب عصفورين بحجر. وحقنته بجرعة زايدة من الهيروين وفي نفس الوقت خنقته ايد على رقبته والايد التانية على مناخيره وبقه، واستنت لحد ما اتأكدت ان هو خلاص مات، وبعد كده اتصلت ب 911 وعملت التمثيلية اللي عملتها. المحققين خدوها ورجعوا بيها تاني لولاية ميشيغان وبدأوا يبحثوا في الاماكن اللي هي تقول لهم عليها علشان يلاقوا اجزاء جسم كريس، وبالفعل لقوا الجمجمة بتاعته ولقوا كمان اثر الطلق الناري فيها. مش عارف لقوا باقي اجزاء جسمه ولا لا، ولكن الجمجمة كانت يعني الهدف الرئيسي. عملت معاهم صفقة اقرار بالذنب في المحكمة مقابل انهم ما يتهموهاش باي تهم تانية غير الجريمتين دول. هي عملت جرائم تانية فعلا، هما بعد كده هيكتشفوا في السجن من مكالماتها تقريبا او من مذكراتها حاجة زي كده يعني، ولكن هم هيكتشفوا ان هي كانت بتتكلم عن انها عملت جرائم تانية كتير في الماضي، ولكن طبعا ما يقدروش يتهموها باي تهمة تانية لانها محصنة بصفقة الاقرار بالذنب اللي عملتها، وهي طبعا ما اعترفتش باي جريمة منهم ولا رضيت تتكلم عن اي حاجة. ده غير بقى الشهود اللي قالوا ان هي اكلتهم لحم كريس. بعد اختفاء كريس كيلي وجايسون عملوا حفلة شوا وعزموا اصدقائهم، واصدقائهم في الحفلة دي كانوا حاسين ان ملمس البرجر كده غريب، مش عادي، اللحمة بتاعته مش عادية. فهما بقى بعد كده يعني ربطوا الاحداث وقالوا ان هي ممكن تكون فعلا اكلتهم لحم جايسون بان هما مثلا احتفظوا بجزء من جسمه عملوا عليه الحفلة دي. مفيش دليل ثابت على الموضوع ده، ولكن فعلا الاصدقاء كلهم اجمعوا ان هما يومها كان ملمس اللحمة في بقهم طعمه غريب، بس هما ما رضيوش يحرجوهم يعني ويقولوا لهم حاجة. في اوائل 2017 اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة بدون امكانية الافراج المشروط في قضية كريس، وفي ابريل 2018 اتحكم عليها بالسجن لمدة 65 سنة اضافية في قضية جايسون،
بمعنى ان هي الاول هتقضي عقوبة كريس وبعد كده تبدأ تقضي عقوبة جايسون. وبس كده خلصنا القضية. اكتبوا لي بقى رأيكم في القضية دي في التعليقات، واكتبوا لي رأيكم برضو في الاحكام، اعتقد ان هي النهاردة حلوة يعني، وبرضو الشرطة يعني كانوا مفتحين عقلهم واستخدموا اساليب كويسة. والفيديو اللي فات الحقيقة انا بشكركم جدا لانه جايب لايكات كتيرة على غير العادة، فخلينا نوصل الفيديو ده بقى بجد لعشر تلاف لايك، خلينا في مرة نعملها يعني. وبس بقى، لو مش مشتركين في القناة وبتشوفوني الأول مرة اشتركوا، لأن في نسبة كبيرة من المشاهدين مش مشتركين في القناة. ما تنسوش تفعلوا زر الإشعارات على خيار الكل علشان توصلكم مني كل القضايا الجديدة، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.